أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة أربيل ضبط كيلوغرام واحد من المخدرات في قضاء سوران شمالي المحافظة. وذكرت المديرية في بيان لها أن مركز مكافحة المخدرات في سوران تمكن من ضبط كيلوغرام وعشرين غراما من المواد المخدرة نوع شيشة، وأضاف أن هذه الكمية كانت قد أخفيت بشكل محكم داخل قطعة من مادة لباد إيزوكام، وتمت مصادرتها وإيداع المتهمين التوقيف.